مع ظروف الماتش امبارح من وجهه نظر فنيه، يعني زي ما حضرتك قلت الراجل لسه جديد ما بقالوش ما كملش اسبوع لعب ثلاث ماتشات تقال، بس ماتش انبي وماتش المقاولين كانت الدنيا الى حد ما مريحه. امبارح انت بتلعب طول الوقت عكس التيار، يعني كهربا يتصاب منك ويخرج، سوليه يطرد منك وتكمل 10. فرصه للمدير الفني، يعني كنت بقول من المكاسب امبارح انك انت تشوف اللعيبه وهي تحت ضغط فني وبدني ونفسي، ازاي تقدر تكتشف لعيبتك وتشوفهم بشكل مختلف عن الماتشات اللي الى حد ما بتحصل في ظروف طبيعيه. ما فيش شك ماتش المقاولين وانبي كانوا اخف من موقف الفرقتين اساسا في الدوري، يعني تقريبا المقاولين كان شكله خلاص رابع، انبي برضو يعني مطمن يمكن الحاله مطمن سادس سابع ما فيش، لكن بيراميدز كان يهمه جدا انه يكسب لانه المكسب ممكن يحطه في المركز الثاني فيبقى ضمن الاشتراك في بطوله افريقيا الموسم الجاي، فده كان هدف كبير بالنسبه له. وكمان بيراميدز السنتين الاخرانيين دخل كمنافس مش طبعا النادي الاهلي والزمالك، هم الاهلي رقم واحد والزمالك بيليه في المنافسه وكده، ولكن بيراميدز دخل بوضع كويس في وقت ضيق، فابتدوا مشاركين في الكونفدراليه عندهم لعيبه كمان بيلعب على المركز الثاني، فبيلعب طبعا بكل حماس انه ياخد الثلاث نقط، فالوضع كان مختلف شويه عن ماتش المقاولين وانبي من حيث الدوافع اللي عند لعيبه بيراميدز، من حيث التركيز اللي كان موجود، من حيث الهدف اللي عندهم انه عايز يكسب عشان يبقى تاني، الاصرار، الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي كل ده كانت بتحصل في اطارها الطبيعي؟ يعني انت كمتابع للنادي الاهلي ولا شفت ان الموضوع في بعض الاوقات كان زياده عن حده شويه؟ لا لا، ما بص خلي بالك الكره الطبيعي بتاعها انها لعبه خشنه ولعبه فيها احتكاكات كتيره، ويعني احنا بنشوف دوريات العالم كله او عامه في الماتشات اللي بتبقى قويه الاحتكاكات واللعب القوي والعنيف ده موجود، ولكن ممكن احنا بنحسبها بحساسيه شويه احيانا لو ما بيحصل بعض الاحتكاكات اللي هي مثلا ممكن تكون من وجهه نظر الجماهير ان هي زياده. شفتها طبيعيه يا كابتن اسامه؟ شفت المباراه طبيعيه يعني؟ طب اصل انا قلت لك انه بقى دلوقتي الوضع بين الاهلي والزمالك، بيراميدز دخل بقى كانه منافس ثالث، يعني كان قبل كده الاسماعيلي والمصري مثلا في اوقات معينه، ايام مثلا احنا كنا بنلعب او لايام قريبه كانت ماتشات ممكن تبقى اعنف من دي بكتير واشد من دي بكتير، بس هم مثلا الناديين دولت بعدوا شويه عن المنافسه الفتره الاخيره. اللي دخل معاك في 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 منافسات صفقات، في منافسات مركز، في منافسات تنافس، فطبيعي ان الشده بتبقى اكتر شويه. تمام. يعني مش شايف ان في تجاوزات غير طبيعيه من الاثنين حتى، يعني بعض الحاجات حصلت لكن ماشي في الكوره. طيب. يعني هخلي